انتهى وعاشر الاشواط ينطلق وصالح الكربي يصف لكم منافسات هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه في هذا الصباح وفي ثاني ايام هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد يحفظه الله ويرعاه وعلى بركه الله. ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان الحقايق من مسافه الى 4 كيلومترات نسير، مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا بعد المراكز والبدايه واول الاسماء، هنا الغوج بشعار حمد بن محمد، الجرحب يتقدم هنا مع البدايه ويقدم لنا الغوج مع اول الاسماء واول التحديات. ثاني المراكز وصل وابل بشعار بطي بن سعيد بن حمد الزعبي، يقدم لنا وابل مع ثاني المراكز وثاني التحديات. وايضا حصل تسلل من قبل غازي بشعار سعيد بن خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي وثالث المراكز. وصل سياف بشعار سالم بن سعيد بن متعب العفاري وخامس المراكز. هناك القادم الزناد بشعار سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي، هنا يتقدم مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. ونعود إلى البداية، نعود مع اللي غير وانطلق إلى أول الأسماء. سياف يتسلل إلى الصدارة، سالم بن سعيد بن متعب العفاري يقدم لنا سياف مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز غادم ومتقدم، يتقدم هنا القوج حمد بن محمد بن علي الجرحب، يتقدم مع القوج مع ثاني المراكز. ثالث الاسماء وصل غازي سعيد بن خليفه بن محمد بن زاهره الخيلي مع ثالث الاسماء مع غازي. رابع المراكز وصل القادم والمتقدم مع رابع المراكز، هناك الواصل جلمود محمد بن علي بن حمد ال فهيده المري مع رابع المراكز. خامس الاسماء وصل وابل، وابل قادم بشعار بطي بن سعيد بن حمد الزعبي مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الاعزاء لهذه الخمس المراكز المتقدمة. ولكن اعود الى البداية والى الصدارة، هناك سياف، سياف على اول المراكز بشعار سالم بن سعيد بن متعب العفاري، يتقدم مع سياف مع اول الاسماء واول الانطلاقات. ثاني المراكز وصل هنا القوج حمد بن محمد الجرحب مع القوج مع ثاني الاسماء وثاني الانطلاقات. ثالث المراكز وصل قازي سعيد بن خليفه بن محمد بن زاهره الخيالي مع رابع او مع ثالث الاسماء. رابع المراكز وابل بطي بن سعيد بن حمد الزعبي، وخامس المراكز وصل زناد سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي، يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. اجواء الكيلومتر الاخير والخطير، سياف، سياف على الصداره، سياف على الانطلاق الاول بشعار سالم بن سعيد بن متعب العفاري بن جرحب مع القوج مع ثاني الاسماء. ثالث المراكز الخيالي مع قازي سعيد بن خليفه بن محمد بن زاهره الخيالي. ورابع المراكز وصل شعار بن جهيم مع مدهال عبد الله بن علي بن راشد المري. وخامس المراكز هتاش مسهر بن محمد بن صالح السندوانه. ولكن اعود الى البدايه، اعود الى الصداره، بن زاهره انطلق واندفع الى الفوز والانتصار. قازي سعيد بن خليفه بن محمد بن زاهره الخيالي، الخيالي انطلق مع الفوز مع الانتصار. ثاني الاسماء القوج بشعار حمد بن محمد الجرحب، ولكن بن زاهره، بن زاهره مع الفوز والانتصار. غازي، غازي، غازي سعيد بن خليفه بن محمد بن زاهره الخيالي. واسعد الله صباحك يا مالك غازي، والسلام الى هالي رماح على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سعيد بن خليفه بن محمد بن زاهره الخيالي، تهانينا وناموس. ثاني المراكز
المراكز، وصل القوج حمد بن محمد الجرحب، وثالث المراكز مدهال عبد الله بن علي بن راشد المري، ورابع المراكز وصل مبلش بشعر عبد الله بن راشد بن عبد الله هالنديله المري، وخامس المراكز وصل سياف سالم بن سعيد بن متعب العفاري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على ارضية ميدان الشحنية. تهانينا والناموس لمالك غازي، والتوقيت الزمني 5:54، 15 جزء من الثانية. تهاني الناموس لسعيد بن خليفة بن محمد بن زاهر الخيلي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل القوج 5:55 و12 جزء من الثانية. تهنى موس لمالك القوج من احتل ثاني المراكز حمد بن محمد بن علي الجرحب. ثالث المراكز وصل مدهال بشعار عبد الله بن علي بن راشد المري، والتوقيت الزمني 5:57 و57 جزء من الثانية. فتهانينا والناموس للجميع.